ما عمرك تحارب على المكانة ديالك عند واحد الإنسان. نهار تشوف هذاك الإنسان ولا كيقارن بينك وبين الناس آخرين، فمن الأحسن أنك تنسحب وتخليه معاهم. نهار ما تبقاش أنت اللي مميز عنده، وخصوصا إذا كنتي كتعامل واحد المعاملة مختلفة على جميع الناس، فمن الأحسن أنك تنسحب وتخليه في راحته. نهار ما يبقاش يحصل المخالف ديالك ويبدأ يدير الأمور اللي كتقلقك وقدام عينيك، فمن الأحسن أنك تاخذ قرار باش تمشي وتخليه، حيث أنت غير مجبر أنك تبدل واحد الطاقة وتعيا وتتعب باش تبين الوجود ديالك قدامه، حيث حتى أنت عندك عزة النفس، حتى أنت عندك قيمة، وحتى أنت عندك خطوط حمراء حتى شي إنسان ما عنده الحق يتجاوزها. فإما المعاملة بالمثل ولا بلاش منها، خصوصا أننا كنشوف بزاف ديال الناس اللي حنا ربما كنكونو كنبغيهم وكنكنو ليهم واحد الحب، كدوز مدة ومنين كيكسبوك يكسبوك وكيعرفو بلي صافي نتا راك كتبغيهم وما تقدرش تبقى بلا بيهم، وهادي كتلقى هاد الناس كيبداو بحال اللي كيلعبو ليك العشرة، كيقولك صافي خليه غادي مغاديش يقدر يمشي وانا ندير اللي ندير في الاخر غادي يرجع ليا، او اللي يخليك ان بلون بي مي هو كيمشي كيقلب ايور عند ناس اخرين كيدير علاقات اخرى وكيتعامل مع ناس اخرين، وانت راه مخليك دو كوتي، نهار يحتاجك غادي يرجع لك. والمشكل انه فوق ما رجع لك يلقاك، وهذا هو اكثر مشكل، هو مي كيرجع كيلقاك يمشي فوق ما عجبو يرجع فوق ما عجبو، ولكن لا ماشي هكا، ما خصش يكون هكا. اللي يبغيك اولا اللي كتعامل انت مزيان وكتكلي واحد الحب وكتحترميه خاص يكون داكشي متبادل، يكون غير شي بخوك، ميمكنش انت كتبذل واحد المجهود كبير باش انك تخليه براحته ويحس معاك باللي راه الحياه زوينه وكلشي زوين، وفي التالي هو ما كيدير حتى ادنى مجهود باش 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 يخليك تحس بشي حاجه زوينه معاه. بالعكس كتشوف باللي هو غير كياخذ منك، هو كيكونسوميك، كياخذ داكشي اللي بغى منك، وبالتالي انت ما كتسوقش، ما كتديهاش، كتقول ربما راه عنده هذه، ولكن لا، اللي كيتبدل راه باينه كيتبدل، اللي باغي يمشي راه كيدير الاسباب باش يمشي، وكيقلب على ابسط الاسباب باش يمشي، وهاد الاسباب هو كيكريهم، كيبدا كيقول لك لا مثلا واحد النهار انت درتي معايا ماشي هكا ما هادي، هادو كيبقاو اسباب اللي واهيه وما عندهم حتى صحه. علاش؟ صافي هو قرر القرار، خد القرار ديالو باش باين انه ربما لقى احسن، ربما حيت الانسان من واحد النوعيه راه هو راه كل واحد راه عنده راه حر في حياته يختار الناس اللي بغى يبقى معاهم، الناس اللي ما بغاش يبقى معاهم، يختار انه عنده الحق يختار انه يعيش حياه جديده، يعيش افونتير جديده، يعيش داكشي اللي بغى هو. دونك هنا كتلقى الطرف الاخر يبقى كيجري موراه، لا ما كانش خصك دير هكا، لا هكا مزيان، وبالاحرى هو كل واحد عارف شنو مزيان ليه وشنو مزيان ليه، حيت كاين الناس اللي كتلقى عندهم ظروف كتلقى عندهم، ولكن كيقول لك اشنو كاين شنو عندي وكيحترمك، بالعكس الناس اللي ما كيحترموكش ما كيديهاش فيك اصلا، عندك ظروف ولا ما عندكش ظروف ولا هادي، صافي هو ديجا خد القرار ديالو عارف شنو كيدير وخلاك دو كوتي وكيمشي ويرجع فوق ما بغى. فهنا الانسان خص يعرف فوقاش يكون الابتعاد وفوقاش لا، حيت ربما البعد ثمرات البعد كيزيد الحب. واحد الانسان اللي يكون ضامنك في حياته ربما انت كتمشي كتخليه واحد المعزة عنده زوينة بزاف، وهاد الكرامة ديالك كترجع ربما كترجع غير كتخليه هو يراجع نفسو، وكتخليه يشوف ربما انت كان عندك واحد لافالور كبيرة عنده، وبهاديك اللعبة اللي انك انت صافي حتى انت وقفتي داكشي درتي وخديتي قرار بانك غادي دير ستوب، خلاه حتى هو يزيد يفكر باش هاد الانسان اللي كنقول ليه بزاف ديال الحب بزاف ديال الاحترام كنحس بيه باللي كيسوى شي حاجه كبيره عندي، وانا درت هادشي كامل باش غادي نضحي، هادشي كيخليه يراجع نفسه.
وهذيك المراجع اللي غراجع نتولى انت غلي غتحرمو منها غيتحرم باش ما يبقاش معاك، وهو غادي يدورها في راسو مزيان، ربما تما غتبان الغضب ديالك كثر وكثر وكثر عليك، واللي غتخليه يبقى يعاود يتقرب منك ويعرف الاخطاء اللي دار. اما اذا كان هو مصمم على انه باش يمشي فراه غادي يمشي ربما قل بعيدين، ربما كان جاي عليه في نافقه، ربما ما كانش عمره ما بغاك، وديما كان كيلعب الدور ديال الموتين الكبير لانه راه كيبغي ولكن لا شيء كان حتى حاجه ما كانت منه والله كان عنده واحد الفارغ عاطفي اللي بغى يسدو، وانت جيت في الطريق كما كنقولوا جيت في الطريق وخدا وقته الوقت اللي كان باغي وخد الحويجات اللي كان باغي، وربما معاك انت تعافى بزاف الحوايج ورجع احسن من اللي كان عليه قبل. ولكن هذه العلاقه ما كنصحكمش بها، كتكون علاقه سامه، علاقه اللي كتكون كاين فيها غير واحد الانسان اللي كيعطي والاخر كيستقبل، دونك الاخر ما كيعطي والو، والعلاقه اللي ما غاديش يكون فيها الناس بجوج كيعطيو، يعني هذاك اللي غادي يبغي اكثر غادي يتعاد اكثر، هذا اللي كاين اللي غادي يبغي اكثر غادي يتعاد اكثر. واحد القضيه اللي كنبغي ناكد عليها هي عدم الثقة ولا فقدان الثقة. كتلقاو ديما واحد الناس إلا دارين بينا كتلقاهم لي مكيقدروش يتيقو حتى شي واحد، واخا دير لي درتي عليهم ديما كيبقاو دايرين أطونسيون منهم، وهادشي راجع لخيبة اللي عاشوها قبل في حياتهم، وراجع للحوايج السلبية اللي عاشوهم قبل في حياتهم، حيت خيبة الأمل راه ماشي ساهلة، وفقدان الثقة مكيجيش بين ليلة ونهار. بزاف أشخاص لي كنا كنبغيهم كنديرو واحد الحب والاحترام، ولكن هاد الناس كيف كيبغيو مصدقوش معانا، هاد الناس كانو غير مصلحيين وكانو كيهمو غير راسهم، وفي التالي كتلقاو بأنهم ضحينا عليهم وكنا مغيرين وفي التالي نتاو كلنا. دونك هاد فقدان الثقة هذا إلا مسا من بعد واحد العلاقة وواحد المدة ديال العشرة اللي كانت بيناتنا راه واخا يرجع مكيرجعش كيف كان قبل، ديما كيبقى واحد حاضي واحد، ديما واحد دير اطونسيون من الاخر، ديما واحد يقول واحد النهار غادي يجي هاد الانسان ما غيصبحش، كيف ما دار معايا في الاول وفي الثاني وفي الثالث راه ضروري غيجي واحد النهار اللي غادي يمشي ويخليني فيه. دونك هذا علاش خصنا ديما الا كنا في واحد العلاقه نحاولوا نثبتوا بها ونخليوها تطيح، بصح الا بدينا كندخلوا فيها فهاد لي فيتي لي شاهدو هاد الحويجات الصغار ديال هذا مشى هذا جا هذا دار مزيان هذا مدارش مزيان، و لي كنوصي بيه هو الثقة والصراحة، كيما تكون الصراحة، إيه بغيتيني بغيتيني ما بغيتينيش، حيت الصراحة هي لي كتخلي العلاقة تكون مزيانة وكطول، ماشي ديك الصراحة، ديك الصراحة القاصحة الواعرة تاني كتكون واعرة هاديك علاش حيت كتهدم العلاقة، المهم ولكن الصراحة